السلام عليكم. جبت رشمة جديدة بغيت نطبقها معاكم. خادمة نصها درت الرشمة الفوق في صدر خادمة، ها هي بقى نصها درت، شوف في الجلال من التحت. غادي نشارك معكم النص ديالو. غنبداو على بركة الله. العقيق باش نخدم غير بالاف اف بي جي الاف جي بي عفوا مولاتو اللي بغاتو، ما انا ملفه نخدم كاليتي زوينه ديال الماتسونو. غنبداو على بركة الله. غادي نعمرو هاد الحرف هذا، هاد الاس هذا بهاد اللون هذا بربعة ديال العقيقات. ديما تنضربو وتندخلو لاطراس ديال الكالك لداخل باش ما يجيش باين. كي اللي تيبداه من هنا تيتم غادي تتوصل. انا تنخدمو بهاد الطريقة، تنبداه من التحت وتندور عليه. البنات الطريقة اللي تريحكم في الخدمة خدموا بها. خدمة سهلة، خاص غير المداومة ويدك تطلق وغادي تعرفي كيفاش تنبتي جلابتك. هاد الدورة اللي تجي شوية صعيبة، اي وحدة تجيها صعيبة غير هي من عند الراس من الفوق. تحاول تزيدي شوية القدام ومن تحت ما تمشيش بزاف، غير شوية. باش ديك الدورة مزيانة ما يجيش مراكب فوق بعضياته، ديما تعطي مساحة كثيرة للعقيق باش ياخد بلاصتو. من بعد ملي كملنا هاد الاس ديالنا، دابا غادي ننتقلوا لهذيك الوريقه. غنوريكم طريقه اخرى باش نعمرها من غير ديك الطريقه المعتاده اللي شاركت معكم. ديما اربعه العقيقات وتنبداها من التحت، ترجع ما قبل الاخيره، يعني بحال قلتي الوسط ديال اللوزه.
الطريقه تجيب اللوزه على الحجم ديالها، كيف ما تكون مرسومه تجيبها هي هذيك. هنا عند الراس تنطلعوا الفوق بحال هكا، تركبوا النيت 4 لقيقات، تنضربهم ثاني ما قبل الاخيره، عاد تنبداو الجهه الثانيه من الفوق. الجهه الاولى بديناها من التحت، والجهه الفوق الثانيه غادي نبداو من الفوق. نضربو هنا في هذا العمود الثاني، عفوا درت 5 دقائق. هنا تجي زوينه. دابا غنتقلوا للوريقة الثانية. هي بنفس الطريقة غنخدموها. بحال هكا تنتمو غاديين بهاد الجاية الاولى، حتى نهبطوا مع الجهة الثانية من الفوق. نتمنى تعجبكم، هي تجي زوينة وسهلة في الخدمة. شالي ما عارفش يوسط الورقة يقسمها بستيلو، يتم غادي نيشان في السطر. ننتقلوا للجهه الاخرى، نخدموها بهذا من هذه الجهه هذه.
كملنا دوك الوريقات اللي بقاو لينا، دابا انتقلنا لهاد الوريقات الاخرين، حتى هما غادي نخدمهم بنفس الطريقه اللي وريتكم. دابا غنبداهم من التحت، ركزوا معايا مزيان. سهلة في الخدمة. تجي مدروسة. دابا غادي نعمرو هادو بنفس الطريقة. دابا غادي ننتقلو لهاد الإسادة، غادي نعمرو بربعة العقيقات، تمشيو مائلين يعني كيف ما مرسوم هو تنمشيو معاه. كاينين بعض الاخوات مبتدئات تيصوروه ليا تيجيهم عرض، لا انت خاصك تمشي بهذه الطريقه، هذه تمشي مائله بالطول ومائله سهل، وبالخصوص الا كان مطراسي على جوج مرات راه ساهل. داك اللي تيكون مطراسي غير على واحد اللي تيجي شويه صعيب في الخدمه، ما هذا راه ساهل. وديما الكالك ولا الستيلو يجي وسط الخدمه باش ما يبانش العيب. الا تميتي غاديه تضربي بالعرض داكشي غادي يجي حيت هو اصلا مقوس. تنتمنى تفهموني، نوصل لكم الفكره كيفاش تخدم هذا الايس.
يكون العقيق لاصق على بعضياتو. تعرفي العقيق راه مصبوغ. غادي نكملوا الدوره ديالنا ديال الاس كيف ما قلت لكم، من هنا من الفوق تنتم تنزيدوا شويه المسافه ومن هنا من التحت تنقصوا. بحال هكا شتي كيفاش تيجي. ملي كملنا هاد الايس هذا وهاد الايس هذا، ها دابا انتقلنا نكملوا الوريقات ديالنا بنفس الطريقه اللي وريتكم. دابا ليا نبداو من التحت ويبقاو لينا هاد جوج، غنخدموا معكم بالطريقه الاولى اللي اعتدنا عليها. ما بقى عندي طويلة، شاركت معكم غير شي حاجة قليلة منها. ملي غنكملها ان شاء الله غنشارك معكم الجلابة ونحط لكم الرشمة.
هاد العقيق لاصق على بعضياته وباينه فيه مصبوغ. الواحد دار يدير شي حاجه مزيانه. الطريقه نوريها لكم بحال بقات لكم شي عقيقه مثلا واقفه ما جاتش المساحه ديالها. بحال دابا انا عندي هنا 4 عقيقات هما، تنجي الوسط ديالهم وتندخل فيهم دوك جوج د الاخرين او كنعطيها المساحه ديالها مره اخرى بحال هكا. لا بغيتو ترجعو تعاودو تثبتوهم باش ما يخسروش. دابا ننتقلو للورقة ديالنا الثانية كيف العادة 4 عقيقات. تنبداو من التحت بحال هكا، تنكمل الوريقة ديالنا على هاد العقيقة. هادي هما بقاو واقفين، غنديرو ليهم بحال هكا. نرجع نجر الخيط مزيان ونعطيهم اتساع، هاهما رجعو لطبيعتهم. تجي زوينة. دابا غادي ننتقلو للوريقة التانيين وغادي نوريهم لك بالطريقه المعتاده، نعمروهم من الفوق. بربعات لقيقات هاك سهلة.
نتمنى تعجبكم طريقتي في هاد الوريقات هادو، طريقتي في الشرح هاد الوريقات هادو اللي بديت من التحت، وتنال الاعجاب ديالكم وتجيب نتيجة ان شاء الله. نتمنى الخير للجميع. بحال هكا تجي الورقة ديالنا هي عاطية العرض بهذه الطريقة ديال من الفوق، اما الطريقة ديال تخدميها من التحت تجي عاطية تضرب الطول. بحال هكا انا كملت الورقة ديالنا بالطريقه اللي شرحت لكم، وهاد التعميره ديال هاد الاس هذا، والرسمه بقى طويله كيف ما قلت لكم. غادي نشارك معكم الجلابه من نكملها، وغادي نحط لكم الرسمه. نتمنى تعجبكم طريقتي في الشرح، ونكون وصلت لكم فكره زوينه. وما تنسونيش بالدعم ديالكم واللايك ديالكم ومتابعه في القناه ديالي. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.